النهاردة نتكلم في موضوع زي ما قال حسين بيه كده، موضوع بنفتتح به دايما العمل القضائي في المحاماة، وبصفة خاصة من سنة كام؟ حد عارف قانون فضل المنازعات ده طلع امتى؟ ها؟ حد عارف طلعت امتى فضل المنازعات دي؟ هنتكلم في موضوع فضل المنازعات، موضوع مهم وأساسي لأي محامي في العمل القضائي، يعني لا غنى عنه على الإطلاق. وبالتالي لو أنت ابتديت ترفع الدعوة أو ابتديت تعقد الخصومة مع الطرف الآخر بدون اللجوء لهذه اللجان، يبقى العمل بتاعك إيه؟ العمل بتاعك باطل ومخالف للقانون ولا تبنى عليه. يعني هتيجي قدام المحكمة، أول حاجة بننظرها في المحكمة هل هذا المحامي أو هذا المدعي أو هذه المدعية لجأت إلى لجان أو لجنة التوفيق في المنازعات أم لم ترجع؟ يعني هو شرط إيه؟ شرط إجرائي وشكلي، ويترتب على عدم اللجوء إليه إيه؟ عدم قبول الدعوة. عدم إيه؟ قبول الدعوة. يبقى أنا دلوقتي لازم أعرف كمحامي إن أنا هل الدعوة دي محتاجة شرط آخر قبل ما ألجأ للقضاء ولا مش محتاجة؟ زي ما قلنا قبل كده إن لازم أعرف المحكمة المختصة إيه؟ والدعوة نوعها إيه؟ وهروح فين للمحكمة؟ تمام؟ وهل في إجراء معين قبل لجوء المحكمة ولا لا؟ زي ما لو فاكرين من أول محاضرة اتكلمنا فيها من كام شهر، قلنا إن الشكل والإجراءات قبل إيه؟ فاكرين دي ولا نسيتوا؟ يا إخواننا إحنا بنتكلم الهدف الأساسي فعلاً زي ما قال حسين بيه دلوقتي، إن دي مش محاضرة أنت تاخدها عشان أو دورة تاخدها عشان تبقى أخدت معهد المحاماة أو نقابة المحامين محتاجة أو اشترط الدورة معينة يبقى لازم أخدها وخلاص عشان أطلع محامي أو عشان القيد في النقابة. لا، ما ناخدهاش كده أبدا أبدا أبدا. وأنا ضربت لكم مثال، مش فرحتي إن أنا آخد رخصة قيادة وأنا ما بعرفش أسوق، هضر نفسي ولا هضر غيري؟ هضر نفسي وهضر غيري، بس هضر نفسي الأول. فأنت كمحامي كقانوني، بلاش حتى لو حتى مش هتمارس مهنة المحاماة، القانوني ده محتاج انه يكون عارف ايه، يكون على احاطه تامه بالقانون. ما ينفعش تبقى واحد وسط مجتمعك وخدت لسانس حقوق قد الدنيا وتقول انا واخد لسانس حقوق، وممكن تكون واخد ماجستير كمان، وبعد دراسه حوالي كام سنه، شوف سته ابتدائي وثلاثه اعدادي قد تسعه وثلاثه سنه واثناشر واربعه جامعه يبقى 16، وممكن تكون خدت سنتين كمان بعديهم يبقى حوالي 18 سنه. تقعد تدرس 18 سنة وتعبت نفسك وتعبت والديك وتعبت الدولة معاك، وفي الآخر بقيت محامي أو خدت لسانس حقوق ما أنتش عارف أصول القانون إيه هي، يبقى خيبة كبيرة ملهاش حل. عشان كده أمارس المحاماة ما مارسش المحاماة في أساسيات في القانون. إحنا قلنا برضو اتفقنا إن أنا رجل قانون، وقلنا رجل القانون يصدق على مين؟ على الجنسين مع بعض. خلاص بقيت رجل قانون، يبقى يا تكون او لا تكون. انما ادخل لسانس الحقوق واخد الجامعه واطلع ولا لا شيء، ده يبقى عيب كبير عليا، وحتى معلش يعني هبقى قصرت في حق نفسي وفي حق اولادي كمان. عشان كده هشتغل محامي، خلاص هنشتغل محامي. الموضوع اللي بنتكلم فيه زي ما قلنا خاص بالشكل والاجراءات، يعني عدم اللجوء اليه قبل رفع الدعوه يبقى كأنه ما عملتش حاجه، يبقى انت كده من البدايه معلش يعني مش فاهم الف باء قانون. يبقى لازم قبل ما ارفع الدعوه اعرف الاول هل رفع الدعوه ده طبقا لقانون المرافعات او لاي قانون اخر في الجهه اللي شغال فيها هذا الشخص، هل يحتاج لجوء طريق معين او سلوك طريق معين قبل اللجوء للمحكمه ولا لا يحتاج، عشان ابقى عارف ابدا طريق صح منين، ابدا طريق صح من البدايه. تمام؟
مهم الكلام ده ولا مش مهم؟ طيب عملوا حاجة بقى اسمها لجان التوفيق في بعض المنازعات. هذا القانون سموه القانون 7 لسنة 2000، 7 لسنة 2000، وتم تعديله أو أدخلت عليه بعض التعديلات في 2017، يعني بعد حوالي 17 سنة. نقول ليه عملوه القانون ده؟ مقتضى هذا القانون عشان نفهمه، لما واحد قدامك يتكلم يقول لك رحت فض منازعات ولا ما رحتش، عملت فض منازعات ولا ما عملتش، او انت نفسك تقول للشخص الموكل بتاعك ده احنا لسه هنرجع لفض المنازعات، هيقول لك يعني ايه فض منازعات دي؟ على الاقل تبقى عارف تفهمه يعني ايه فض منازعات. القانون ده اتعمل سنة 2000 زمان، فلسفته ايه؟ عملوه ليه؟ عملوه بهدف الحد من اللجوء للقضاء. بمعنى ايه؟ بمعنى زي اي اتنين مع بعض ممكن بينهم وبين بعض مشكلة، بدل ما يروحوا للمحكمة بنعمل لهم ايه؟ بنصالحهم. يتلم حد من هنا فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، بدل ما نلجأ للمحكمة. وكلنا عارفين ان اجراءات التقاضي طويلة نوعا ما، وإطالة أمد النزاع قد لا يكون في مصلحة الطرفين، ودي أساسها نشأ في الأحوال الشخصية، نشأ في قانون الأحوال الشخصية. وقانون الأحوال الشخصية جابه من مبدأ قرآني ومبدأ رباني، لما أراد الله سبحانه وتعالى الإصلاح بين الزوجين وبين ذات البين قال إيه في القرآن؟ فبعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. والآية الثانية في القرآن وأصلحوا ذات بينكم. الشاهد إن احنا قبل ما نبدأ نفصل في هذا النزاع نعرض الصلح على مين؟ على الطرفين. وعشان كده مبدأ الصلح مبدأ أصولي ومبدأ كل الأديان حست عليه، ومبدأ الهدف الأساسي منه عدم زي ما بيقولوا كده تفاقم النزاع. بدل ما نسيب الرجل ومراته خبطوا بعض ويروحوا المحاكم، وانتوا هتشوفوا بعد كده ان القضية لما بتروح المحكمة بتزداد ايه؟ بتزداد تعقيدا للأسف. لكن هي الست هتعمل ايه؟ او حتى الراجل اللي زوجته ناشز هيعمل ايه؟ موضوع مش حل. الناس اما تصلح بينهم ما نفعش الصلح، خلاص كل واحد هيلجأ للمحكمة. يلجأ للمحكمة المفروض ان احنا لو هنحل نزاع صلحا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن برضو قال ايه؟ وان اتيتم احداهن قنطارا فايه؟ فلا تأخذوا منه شيئا، اتأخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو في جميع الأديان، يعني في الدين المسيحي قال لك إن ما جمعه الله لا يفرقه بشر، ودي حقيقة لأن الزواج سر مقدس فعلا. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلى الزواج المفروض أنه على سبيل الأبدية. في الدين الإسلامي هو عقد مؤبد المفروض على سبيل التأبيد، ولذلك الزواج المؤقت ممنوع. طيب لما يحصل استحكام في النفور ويحصل خلاف ويحصل استحالة في العشرة نعمل ايه؟ ربنا اوجد الحلول وقال لك حط اسباب لايه؟ اسباب للطلاق. ومن ضمن قانون الاحوال الشخصية حط القانون نفسه، طبعا من المبدأ القرآني ومن مبدأ السنة ومن مبدأ قانون الاحوال الشخصية، عملوا لجان في قانون الاحوال الشخصية اسمها لجان الايه؟ لجان التصالح او لجان فض المنازعات. والقانون اوجب ان لو في مشكله بين الراجل ومراته اوجب قبل ما يعرضوا الامر على المحكمه مشكل لجان، لجنه بتبقى من اخصائي اجتماعي واحد رجال الدين واحد طرفي النزاع من هنا ومن هنا، ويقول لهم اقعدوا معاهم واعرضوا عليهم الصلح وانصحوهم وانصحوهم عشان العيال وعشان 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 لعل وعسى ايه؟ يستجيبوا. استجابوا وما استجابوش يعملوا ايه؟ يعرضوا الامر على المحكمة. خلاص المحكمة هتفصل في الامر. وايضا الزم المحكمة قبل ما تطلع الحكم بتاعها انها تعرض الصلح على مين؟
على الطرفين، يبقى في لجنة فض منازعات الأول ثم بعد ذلك بتعرض المحكمة الصلح على الطرفين. ده أساس نشأة لجان فض المنازعات، أساسها نشأ في إيه؟ في قانون الأحوال الشخصية. الهدف منه إيه برضو؟ إن إحنا ما نوصلش للمحكمة، لأن المحكمة بتزداد الأمور فيها تعقيداً، وتبص تلاقي الراجل جال المحامي بقى جال حضرتك وقال لك بقى انا عايز ارفع عليها دعوة نشوز، وعايز ارفع عليها دعوة انذار طاعة، وعايز وفي 5-6-7 دعاوى بيرفعهم الراجل، وبرضو بالنسبة للست 5-6-7 دعاوى بترفعهم الست على الراجل، وممكن يروح المحكمة ويتخانقوا في المحكمة، يعني تبقى شغلانة كل ما تيجي جلسة يبقى يوم خناق. يبقى احنا محلناش الايه؟ محلناش النزاع. عشان كده عملوا لجان فض المنازعات دي لعل وعسى تخف الموضوع شويه. منين؟ من المحكمه. وزي ما بيقولوا في الفلاحين، ما فيش احسن من اللي بتتحل على ايه؟ على المصطبه. المصطبه دي اللي هي ايه؟ اللي هو القضاء العرفي، اللي هو الحل العرفي، ان ايه؟ ان تجيب الراجل والست او اهل الراجل واهل الست، هي بعينها حكما من اهله وحكما من اهلها، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. ده الاساس القانوني اللي نشا للجان فض المنازعات. يبقى الهدف الأساسي محاولة التقليل من عدد المنازعات أمام القضاء، مش عشان يريح المحكمة بس، أيوة عشان يريح المحكمة من ناحية، ولكن الأهم منها لسرعة فض الإيه؟ فض النزاع اللي بينهم. ليه؟ لأن هي واحد من هنا وواحد من هنا، ويلا نقعد مع بعض، دي عندك ودي عندي، ونخلص ممكن الموضوع في جلسة ولا اتنين، أسبوع أو اتنين أو تلاتة، يخلص وانتهى الأمر على كده، بدل ما نقعد نمط في النزاع. واحيانا كثيره بيترتب على اطاله النزاع ده مشاكل اشد منها، وعائلات بتتخانق في بعضيها، وبيحصل ضرب وبتحصل خناقات، وشغلنا معلم بالله ربنا. يبقى الهدف تقليل عدد المنازعات امام المحكمه، وعدم ارهاق القضاء بمنازعات كثيره، والهدف الثاني سرعه الفصل في ايه؟ سرعه الفصل في هذا النزاع. وده زي ما قلنا قبل كده، انا لما افض المنازعات دي بيترتب عليها نوع من ايه؟ من الامن الاجتماعي. انا بقلل المنازعات، اسمها منازعات، اسمها خناقات، اسمها قضايا، اسمها خصومات. اذا اللي رايح المحكمه ده مش رايح يتفسح، ولا رايح المحكمه مش رايح يطبطب على التاني، لا، ده كل واحد بقى يعني ايه؟ خلاص. بس بيبقوا ناس مؤدبين شويه ويقول لك نلجا للقانون. في ناس ثانيه ما بتلجاش للمحاكم وتاخد حقها بالايه؟ تاخد حقها بالقوه بقى، يروح جايب جماعه كده ولا كده وتعالى وهاتوه ادوله على دماغه وخدوا حقكم منه، ولا افتحوا المحل ده وخدوا، اللي هو الطريق الثاني اللي القانون طبعا بينهى عنه تماما، وبيترتب عليه اثار غير مرغوب فيها. عشان كده دي بدايه فض ايه؟ فض المنازعات. زي ما اتعملت في الاحوال الشخصيه، جم في سنه 2000 لقوا المنازعات المحاكم مليانه، ومجلس الدوله مليان قضايا، والمحاكم القضاء المدني مليانه دعاوى، والقضاء التجاري مليان دعاوى. طب قال لك نعمل ايه؟ ما نعمل قانون ننشئ به لجان نسميها لجان التوفيق، حتى من اسمها كده توفيق. توفيق يعني ايه؟ واخدينها برضو من القرآن، لعل وعسى نوفق بينهم وننهي النزاع صلحا بدون ما نرهق المحكمة، وبرضو بدون ما حفاظا على الامن الاجتماعي. فاخترعوا قانون او انشأوا قانون في عام 2000، سموه القانون 7 لسنة 2000 باسمه كده، بلجان التوفيق في بعض المنازعات. قال ايه بقى القانون ده؟ قال لك زي ما احنا لجأنا او زي ما بنعمل في الاحوال الشخصيه، بنعمل في ايه؟ هنعمل في المنازعات المدنيه، وهنعمل في المنازعات الاداريه، وهنعمل في المنازعات التجاريه، بحيث ان انا برضو مشاها على الكل. طيب وبعد كده قال لك وهنخلي، عشان برضو نحاول نحد من النزاعات، هنخلي اللجوء الى هذه اللجان ايه؟ اجباري. إجباري يعني إيه؟ يعني إذا رفعت دعوة أمام القضاء دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دي، فهذه الدعوة تحكم المحكمة بعدم إيه؟ بعدم قبولها، عشان ألزم كده. فراح عمل إيه طبعًا عشان يعمل الكلام ده كله؟ شوف بقى، عندك منازعات إدارية، وعندك منازعات مدنية، وعندك منازعات تجارية، وبصفة خاصة اللي الدولة إيه؟ اللي الدولة طرف فيها. يعني ايه؟ في نزاعات مدنيه بين الافراد والدوله، وفي نزاعات مدنيه بين الشركات والشخصيات الاعتباريه والدوله، وبين الافراد والدوله. فقال لك نعمل ايه؟
في الحالة دي نخلي أي محامي أو أي متقاضي قبل ما يلجأ للمحكمة لازم يروح لجنة فض المنازعات، ونخلي اللجوء لهذه اللجان إيه؟ إجباري، بحيث إن يبقى عارف أنت كمحامي إن أنت لو رفعت الدعوة دون ما تلجأ للجنة اضمن كده إن الدعوة غير مقبولة. وأنا كقاضي على طول باجي أبص في الملف، أول حاجة فيه لجأ لفض المنازعات ولا ما لجأش؟ إذا لم يلجأ لفض المنازعات وأنا مغمض بقول على طول، وفي نموذج مكتوب كده، هات نموذج بتاع إيه بقى؟ بتاع عدم قبول الدعوة ليه؟ لعدم اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات. يبقى ده انذار لمين؟ للأطراف، انذار للمحامي إن أنت قبل ما تروح للمحكمة لازم تروح تشوف فض المنازعات فين. فراح عمل القانون من حوالي 17 مادة وتعدل القانون، القانون نشأ زي ما قلنا في 2007، اتعدل في 2017، عدلوا منه بتاع 5-6 مواد بما يتناسب أيضا أو الهدف منها يعني تفعيل لجان فض المنازعات بصفة أكبر. المهم القانون ده بدأ 2007، يبقى اعتباره من 2007، نعم 2000 قصدي 7 لسنة 2000، سوري 7 لسنة 2000، بدأ من أبريل 2000، من أبريل 2000 وطبق من أبريل 2000. خلاص، ايه بقى من تناول ايه القانون ده؟ تناول انا كمحامي بقى لازم الحته اللي بركز لكم عليها كمحامي، لازم يبقى القانون ده عندك في مكتبك من اول حاجه كده، تعرف ان انا هلجأ للجنه ده اصبح واجب. والقانون بقى بيحدد لك امتى الجأ للجنه وامتى ما الجأش، بيحدد لك هل كل المنازعات الجأ فيها للجان التوفيق في بعض المنازعات ولا مش كل اللجان. هنعرف ان في لجان، ان في منازعات مستثناه من اللجوء لايه؟ لفض المنازعات. يبقى لازم اعرف الموضوع اللي جاي لي صاحب الشان عليه ده وعايز ارفع دعوه، تبع الموضوعات اللي اللجوء فيها للجنه واجب ولا لا يجب اللجوء للجنه. تمام، لازم اعرف الحته دي. طب ولو لجأت للجنه بقى، القانون بيحدد لك تلجأ للجنه في خلال كام يوم. طيب وبعدين تنتظر كم يوم، وبعدين بيحدد لك اللجنه بتعمل ايه. طب اللجنه دي مشكله من ايه؟ طب حكم تشكيل اللجنه ده، هل التشكيل ده لو التشكيل ده حصل فيه خلل متكون من ايه ومن ايه ومن ايه، ولو واحد منهم تغيب يبقى حكم التوصيه بتاعه اللجنه ايه، او تشكيلها صحيح ولا مش صحيح، عشان تبقى انت برضو تعرف من ناحيه زي ما قلت لك ان انت اما ان انت مدعي أو مدعى عليك، وبالتالي تعرف حقوقك في إيه بالظبط قدام هذه اللجان. بعد كده تشكيل اللجنة، طب تصدر التوصية في كام يوم؟ طب زي ما قال حسين بكرة، التوصية دي ملزمة ولا مش ملزمة؟ ولو أنا خدتها ورحت للجهة الإدارية والجهة الإدارية ما نفذتهاش، ممكن أعمل إيه؟ كمحامي، هل ممكن أرفع دعوة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ التوصية؟ طب هل الامتناع عن تنفيذ التوصية دي بيوقع الجهة الإدارية اللي ما نفذتهاش تحت طائلة المسؤولية والعقاب؟ كل الكلام ده لازم أعرفه. هل ممكن التعويض عن عدم تنفيذ توصية اللجنة؟ برضو لازم أعرف الكلام ده كله. تمام، طب تشكيل اللجنة هل هي من الأعضاء الهيئات القضائية الحاليين ولا السابقين؟ طب ولو رئيس اللجنة اعتذر، من اللي يحل محله؟ أو لو حصل له مكروه؟ كل الكلام ده نظمه هذا القانون، بحيث أن أنت بيحدد لك خط سيرك ايه بالظبط قبل ما تلجا للمحكمه. فلما نيجي بقى للحالات اللي نظمها القانون، هل اللجوء للجنه في اي منازعات الجا؟ لما هو القانون اول حاجه لازم اعرف من حيث المبدا ان اللجوء للجنه وجوبي في الحالات اللي شرطها القانون، معناها ان لو انا ما لجاتش يبقى يعوض ربنا على الدعوه. زي ايه؟ زي التظلم الوجوبي. في حاجات في القضاء الإداري لازم أتظلم من القرار قبل الإيه؟ قبل رفع الدعوة. البنود اللي نصت عليها المادة 12 في سادسا وسابعا وتاسعا وعاشرا، القرارات الإدارية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو التخطي في التعيين، قرارات التخطي في الترقي، قرارات التخطي في منح العلاوة التشجيعية، قرارات الفصل بغير الطريق التأديب، قرارات في بعض الأحيان، في بعض قرارات إنهاء الخدمة. دول ما ينفعش، القانون خلى التظلم فيهم إيه؟ تظلم وجوبي،
يعني ايه؟ يعني لو رفعت الدعوة من غير ما تظلم من هذا القرار يبقى الدعوة بتاعتي ده سبب اساسي من عدم قبول الدعوة، على طول المحكمة بتحكم، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه، أو التظلم خلاه خلال مدة معينة، خلاه خلال 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه. إذا كان هذا القرار قرار فردي، فردي يعني إيه؟ لو واحد طلع له قرار تخطي في التعيين، طلع له قدم على هيئة قضائية، قدم في مجلس الدولة، فالدولة ما اتخذش، بنعرف تاريخ صدور قرار زمايله إمتى، وبحسب له 60 يوم من تاريخ العلم بهذا القرار، وبفرق بين القرار اللائحي والقرار الفردي. القرار الفردي من تاريخ اختاره او علمه بالقرار علما نافيا للجهالة، تمام؟ القرار اللائحي ده من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يعني لو انا عايز الغي قرار لائحي يبقى نشر القرار في الجريدة الرسمية هو ده تاريخ العلم بالقرار، لانه تاريخ علم مفترض. دايما الحاجات القوانين واللوائح القانون بيقول لك من يوم تاريخ النشر في الجريدة الرسمية فقد تحقق علم الكافة بها، ليه؟ ولا عذر لأحد في ذلك. يعني ما يجيش واحد بقى لو ألغي قرار لائحة معين ولا غيره يبقى في الحالة دي لازم أعمل إيه؟ لازم أعرف القرار صدر إمتى والقانون بيعملني على نشر أو تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ما ينفعش اجي بقى اقول له انا ما كنتش اعرف بالكلام ده، لا، الجريده الرسميه زي ولا انتوا فاكرين خدناها في سنه اولى حقوق اللي هي بتفترض الايه؟ تاريخ علم الكافه بالقانون او القرار اللائحه اللي احنا بنقول عليه لائحه، تمام؟ يبقى في الحاله دي اعرف انا المواعيد بتاعتي من امتى. نيجي للجان فض المنازعات، نفس الحكايه، القانون راح محدد الجهات اللي اطعن قدامها وحدد تواريخ الطعن او تواريخ تقديم الطلب للجنه فض المنازعات والمواعيد اللي انا انتظرها. اول حاجه بالنسبه للجهات اللي فيها لجان فض المنازعات، قال لك ايه هي؟ لما نيجي نفتح الماده الثانيه من القانون، اهو قانون فض المنازعات 7 لسنه 2000، قال لك ايه؟ ينشا في كل، لازم اعرف الحاجات دي فين عشان كل واحد برضه انت كمحامي ما يجيلكش اي واحد تقول له خلاص ده احنا لسه نروح فض المنازعات، وممكن الموضوع يكون ما فيش ايه؟ ما فيش فض منازعات، هنعرف ايه الحاجات المستثناه. القانون قال لك ينشا في كل وزاره او محافظه، يبقى لازم اعرف الجهات اللي فيها لجان فض منازعات ايه؟ الوزارات كلها، وبعدين المحافظات كلها، كل وزاره او محافظه، الهيئات العامه كلها، كل هيئه عامه نص عليها القانون، وغيرها من الاشخاص الاعتباريه العامه، يبقى كل جهة إدارية منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة أي نزاع بينه وبينها أو بين الشخص الموكل بتاعه وبينها لازم أعرف إن أنا لازم ألجأ للجنة فض إيه؟ فض المنازعات، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ينشأ فيها إيه؟ لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات. يبقى أول حاجة القانون حدد لي إيه؟ الوزارات والمحافظات والجهات الاعتبارية العامة والهيئات العامة. هتقول لي ايه هي الجهة الاعتبارية العامة؟ طبعا الوزارات احنا كلنا عارفينها، والهيئات العامة اللي هي ايه؟ اي هيئة عامة بينص القانون عليها على انها هيئة عامة، يعني ايه؟ واحد شغال في هيئة الطرق والكباري، هيئة السكة الحديد، الهيئة العامة لتمويل المباني، الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة بتاع المدارس دي اللي اسمها ايه؟ ها؟ الابنية التعليمية وغيرها. خلي بالك الهيئة العامة دي شخصية اعتبارية بيمنحها القانون مش اي حد، بمعنى دي بقى حاجات كلها يعني بتعرفها في التفاصيل بعد كده. امتى اعرف ان دي هيئة عامة؟ لازم القانون ينص على ان الهيئة دي هيئة عامة ويقول لك كده في المادة بتاعتها، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية. ليه؟ لأن لو فاكرين أول محاضرة خدناها قلنا رفع الدعوة على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة، فاكرينها؟ إمتى تكون الجهة الإدارية صاحبة صفة؟ لما يكون لها شخصية اعتبارية عامة. الهيئة العامة اللي بيمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، يعني القانون بيعترف لها، شوف
شخصية اعتبارية معناها زيها زي الشخص الطبيعي بالضبط اللي عنده 21 سنة. لأن الشخصية القانونية لو فاكرينها برضو خدناها في سنة أولى، إمتى يكون الشخص قانوني؟ واحد يقول له احنا هنفتكر سنة أولى دلوقتي، أيوة والله العظيم أنا فاكر مكان المكان اللي كنت بذاكر فيه لحد دلوقتي. يعني الشخصية القانونية الاعتبارية والشخصية الطبيعية، شخص عندنا الشخصية نوعين، شخص طبيعي اللي هو أنا وأنت اللي هو دم ولحم، وده بيعترف له بالشخصية القانونية إمتى؟ ها؟ عند بلوغ 21 سنة، بلوغ سن الرشد، يعني بعد 21 سنة مثلا. ايوه والله انا محتفظ بكنت بقوله هو عند لغايه دلوقتي في المكتبه وبالصفحات بتاعتها. ليه؟ عشان كده. وده معناه كده مش معناه ان 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 اللي مش ان اللي مش عارف الكلام ده يقول لك يا عم انا هقعد اذاكر، ده عده شغلك بقى، دي عده الشغل بتاعك. لازم ابقى عارف الشخصيه ده للشخص اللي قدامي ده ينفع قضيه ولا ما ينفعش. لو شخص طبيعي لازم يبلغ 21 سنه بالغ سن الرشد عاقل لم يعتريها عارض من عوارض الأهلية. عارفين عوارض الأهلية ولا نسيتوها؟ والله اتكلمنا فيه كمان هنا. ايوه العته والسفه والايه والغفله، مش كده؟ كل الكلام معتوه القانون بيعمل له ايه؟ بيعمل له واحد قيم عليه، والقاصر بيعين له واحد. اذا كان ابوه عايش يبقى ابوه ولي. لما ضربت لكم مثال، لو انت هترفع دعوه لابنك في المحكمه قلنا لازم يكون بولايه مين؟ بولايه ابوه. لو ابنك في الاعداديه ولا في الثانويه ولا حتى عنده 23 سنه هيرفع دعوه قدام المحكمه، لازم نقول كده في الطالب فلان الفلاني بولايه والده، تمام؟ ولو ام وصيه عليه بوصايه والدته، ولو حد قيم عليه نقول بواسطة مين القيم عليه أو على أمواله. دي هي الشخصيات القانونية اللي هو لم يعتريها عارض من عوارض الأهلية، ده الشخص الطبيعي. الشخص القانوني الثاني مين؟ اللي هو الشخص الاعتباري أو بنسميه الشخصية المعنوية. الشخص الاعتباري بمعنى صح من الآخر اللي هي إما أن يكون شخص اعتباري عام اللي هي الدولة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، الدولة والهيئات العامة والإدارات العامة و و و بس بشرط بقى دي مين اللي بيقول عليها انه شخص قانوني ولا مش قانوني. مش معناه انها اداره يبقى شخص قانوني. وضربت لكم مثال برضو لو فاكرينه، حد فاكر ولا اقوله تاني؟ قوله يا باشا. لما قلت لكم لو انت عايز ترفع دعوه لابنك، ترفعها ابنك في جامعه في كليه الحقوق مثلا في القاهره في سنه ثالثه، وعايز ترفع له دعوه تصحيح ولا دعوه كذا ولا كذا، قلنا نختصم رئيس الجامعه ولا نختصم عميد الكليه؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ قلنا رئيس الجامعة مش عميد الكلية. ليه؟ لأن ممثل الشخصية الاعتبارية هو رئيس الجامعة. جبتها منين؟ قانون إنشاء الجامعة أو إنشاء الهيئة نفسها بيقول لك كده، والجامعة دي جامعة القاهرة كذا 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 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. إن ما لقيتش النص ده يبقى ده مش شخص اعتباري. لكن هل النص ده موجود للكلية؟ مش موجود للكلية. لو أنا رحت اختصمت، بيحصل بقى بعض المحامين معلش اللي مش واخد باله يروح تبص ده رفع إيه؟ يقول لك أنا رفع دعوة على عميد كلية الحقوق. تيجي قدام المحكمة ما صححش شكل الدعوة، يا إما القاضي اللي هو إحنا بننصحه نقول له لا ادخل رئيس الجامعة أو ادخل الوزير أو ادخل رئيس الهيئة، وإما عدت على المحكمة وعدت عليه المحكمة بتحكم بعدم قبول الدعوة لرفعها على إيه؟ من غير لرفعها على غير ذي الصفه. ولو الولد رفعها بنفسه وما حطش ابوه نقول برضه لرفعها من غير ذي الصفه. يبقى اذا هو ده الشخصيه الاعتباريه يمنحها القانون، شخصيه اعتباريه عامه اللي هي الادارات والهيئات العامه التي يمنحها القانون الشخصيه الاعتباريه. في شخصيه اعتباريه خاصه اللي هي الشركات الخاصه، اللي هي ايه؟ الشركات الخاصه اللي في القطاع الخاص ده كله. دي لها شخصيه اعتباريه بيمنحها برضه من اللي بيديها لها؟ من صاحب الشركة. يقول لك أنا عملت شركة والشركة بتاعتي كذا. لا ده لازم، وانت عشان كده بنعمل ايه في قانون اسمه قانون تسجيل الشركات في السجل التجاري. أنا عايز أعمل شركة أيا كان نوع الشركة، سواء شركة تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة أشخاص، دي كلها القانون بيقول لك وانت بتعمل عقد الشركة بتقدمه للسجل التجاري، بمجرد الشركة ما تعتمد
من السجل التجاري ويطلع لها شهادة قيد في السجل التجاري، هي دي شهادة الميلاد بتاعتنا اللي زيها زي شهادة الميلاد بتاع مين؟ بتاع البني آدم بالظبط. بمجرد صدور شهادة السجل التجاري أصبحت الشركة لها شخصية اعتبارية قانونية، بمعنى إن أنا وهتلاقي بقى في عهد إنشاء الشركة أو اللائحة بتاعتها يقول لك دي شخصية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. يبقى معنات الكلام ده أنا إيه؟ أعرف إن الشركة دي لها وجود قانوني، هي شركة قانونية، هي شخص اعتباري قانوني خاص، يعني يصلح إن أنا أقاضيه أرفع عليه دعوة أو هو يرفع دعوة على مين؟ على الناس. عشان كده أنا كمحكمة لو واحد رفع الدعوة بروح جايب الأول حاجة إيه؟ لائحة الشركة أو عقد التأسيس بتاع الشركة، لازم يكون عندي بند فيها يقول لي فيها إن الشركة، وتكون طبعاً معتمدة من السجل التجاري، يقول إن الشركة دي شركة تضامن، شركة كذا، نشاطها كذا، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو يمثلها فلان. عشان لما يقول لي يمثلها فلان يبقى أنا لما أجي أرفع الدعوة أرفع على مين؟ برضو لأن جايز الشركة النظام الأساسي بتاعها بيقول إن مش رئيس مجلس الإدارة اللي يمثلها، ممكن أحياناً أعضاء الشركة بيختاروا واحد من بينهم يكون هو العضو اللي بيمثل الشركة أمام القضاء أو الممثل القانوني، أو أنت كمحامي مستشار قانوني لدى الشركة وكاتبين لك كده إنه يمثلها المحامي أو يمثلها فلان الفلان. الشاهد إن أنا لما أرفع، قبل ما أرفع الدعوة أعرف الدعوة دي هتترفع من مين وعلى مين، وهل اللي هرفع عليه ده ليه شخصية قانونية ولا ملوش، ليه حيثية قانونية ولا ملوش، عشان ما اقتحش شوط كبير وبعدين اجي في الاخر المحكمة ترفض للدعوة او تحكم بعدم قبول الدعوة. يبقى عشان كده القانون قال لك كل هيئة عامة زي ما خدنا النص كده، الوزارات ادينا عرفناها، الهيئات العامة ادينا عرفناها، الاشخاص الاعتبارية العامة اللي هي اما ان يكون شخص اعتباري عام او شخص اعتباري ايه او شخص اعتباري خاص، هم دول القانون قال لك تنشأ فيهم لجان للتوفيق في فض المنازعات قبل اللجوء لايه، قبل اللجوء لرفع الدعوة. تمام. وبعدين مين اللي يلجأ للجنة؟ القانون قال لك الجهات دي، وقال لك ايه بقى؟ في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، يعني كل الجهات اللي فيها شخصيات اعتبارية سواء شخص اعتباري عام او شخص اعتباري خاص، او النوع من المنازعات بين الجهات دي وبين العاملين بها، يعني واحد في شركه قطاع خاص بينه وبين الشركه مشكله حصل، ما ادلوش حقوق وانه خدمته تعسفا، خد حقوقه ناقصه، خد في الحاله دي عايز يرفع دعوه على الشركه، قبل ما يرفع الدعوه يعمل ايه؟ يروح للجنه فض المنازعات الموجوده، ودي محددها القانون، هنعرف الايه الاماكن بتاعتها. وبعدين او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتباريه الخاصه، يعني ايه؟ يعني ممكن ينشا نزاع بين الهيئات او الهيئات العامه او بين الوزارات وبين الشركه، واحد مقاول ده شخص اعتباري خاص عنده شركه، حصل راح ينفذ مشروع لوزاره معينه او لهيئه عامه معينه، حصلت مشكله في تنفيذ العقد عايز يرفع دعوه عليهم عشان يطالب بمستحقاته او بتعويض او خلافه، يعمل ايه؟ يروح للجنه ولا ما يروحش؟ يروح للجنه فض المنازعات. يبقى اللي تنشا بين الاشخاص الاعتباريه وبين الاشخاص العاملين بها، او بين الاشخاص الاعتباريه الخاصه وبين الاشخاص العاملين بها، او بين الاشخاص الاعتباريه وبعضيها، يعني لو بين شركه قطاع خاص مع شركه قطاع خاص برضه في مشكله على نزاع مالي على عقد على غيره، نفس الحكايه. الشاهد ان هي دي الحاجات اللي ايه اللي انا او اللي القانون قرر انها تنشأ فيها لجان لفض المنازعات. المادة الثانية تعرضت لما هو تشكيل هذه اللجنة. طب اللجنة دي بتتشكل منين؟ هتقول لي وانا ده انا لازم اعرف كمحامي، لما القانون هو اللي يحدد تشكيل اللجنة يبقى لو اللجنة دي شكلت على خلاف القانون يبقى اللجنة دي سليمة؟ يبقى القرارات اللي تطلع منها سليمة؟ ولا جايز الطعن عليها؟ جايز الطعن عليها، يبقى لازم اعرف. زي ما بيقول لك كده المحكمة مثلا تشكل من 3 قضاة، ما ينفعش الحكم يطلع من 2. لما يقول لك تشكيل المحكمة مثلا في القضاء الإداري لازم يحضر مفوض الدولة، لو مفوض الدولة ما حضرش وطلع الحكم من غير مفوض الدولة الحكم باطل،
لما يقول لك في الأحكام الجنائية لازم يحضر عضو النيابة العامة في تشكيل المحكمة، دي كله ده اسمه تشكيل قانوني. قانوني يعني إيه؟ يعني نص عليه القانون، يعني بدون هذا التشكيل أو بخلافه يعتبر التشكيل باطل. ده أحياناً يعتبر باطل كمان إذا شكل بدرجات وظيفية على خلاف ما نص عليه القانون. يعني القانون يقول لك بدرجة مستشار على الأقل في تشكيل هذه اللجان. طب لو جه واحد مستشار مساعد وأنا عرفت كمحامي إنه مستشار مساعد، على طول أروح لقيتها كده وإيه؟ وأروح ده مطعم في الحكم على طول. يبقى إيه؟ طيب لو ما حضرش سكرتير المحكمة، تشكيل سليم ولا باطل؟ التشكيل باطل، برضه أروح واخدها. طب لو حضر موظف، يعني هنعرف في لجان فض المنازعات دلوقتي ان الجهات الاداريه لازم اللي يمثلها امام المحكمه او اللي يمثلها في اللجنه يكون ايه؟ يكون بدرجه مدير عام على الاقل. طب لو رحنا جبنا مدير اداره في الشؤون القانونيه، انا اخدها مطعن على طول. لازم ابقى عارف، يعني انت كمحامي لازم تبقى عينك مفتحه، يبقى عرفنا الجهات دي و تشكيل اللجنة. قال لك ايه بقى؟ قال لك في تشكيل، يبقى لازم اعرف زي ما قلت لكم تشكيل اللجنة وعمل اللجنة بتشتغل ازاي. تضمن ايضا القانون، قال لك ايه بقى؟ تشكيل اللجنة من مين؟ ها؟ نعم؟ لا، احنا كويس، سؤال كويس. هل لو انا قضيه اداريه او منازعه اداريه، يعني بطعن على قرار اداري او بطعن على حقوق ماليه اداريه، تختلف اللجنه من بحسب طبيعه المنازعه؟ لا، ما تختلفش. هي اللجنه بتعمل ايه؟ اللجنه دي تقدر تقول كانها لجنه، وهي فعلا حقيقتها كده، هي لجنه تظلمات موجوده في ايه؟ موجودة في الوزارة أو في الجهة. يعني مثلا لو قلنا جامعة القاهرة مثلا فيها لجنة فض منازعات، ممكن بحسب عدد المنازعات اللي موجودة في الإيه؟ اللي موجودة في الجامعة. لو عدد المنازعات كبير مش هيكفيهم لجنة واحدة، تلاقي يقول لك دي لجنة واحد ودي لجنة اتنين ودي لجنة ثلاثة. وبعض الجهات بيحصل فيها إيه؟ بيحصل فيها عدد من اللجان أكبر كمان من إيه؟ بيحصل فيها عدد من اللجان مش اكتر من لجنه واحده او لجنتين. ليه؟ لاني عشان عدد عدد المنازعات اللي موجوده. فالعمليه مش اختصاص اللجان مش بالموضوعات، يعني مش في مثلا لجان نقول لجان عقاريه ولجان اداريه ولجان، لا، هي لجنه في المكان تختص. ممكن تختص ايه؟ محليا او مكانيا. يعني اقول لك مثلا محافظه الجيزه في لجنة لشمال الجيزة وفي لجنة لجنوب الجيزة، بس تنظر كل المنازعات بقى. يعني تيجي قدامها منازعة إدارية، طعن على قرار إداري، طعن على عقد معين، طعن على مستحقات مالية، يعني إيه؟ في الغالب بيبقى اختصاص مكاني وليس اختصاص إيه؟ وليس اختصاص نوع. ممكن بعض الجهات تعمل لك إيه؟ تخلي لك اختصاص. مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لهم لجنة ومنازعات أعضاء هيئة التدريس، يعني والموظفين اللي في الجامعة لهم ايه؟ لهم لجنة تانية. الشاهد ان مفيش شرط قانوني معين بيحدد اختصاص ايه؟ هذه اللجان، هو يحددها بالاختصاص المكان بتاعها. خلاص؟ يبقى تشكيل اللجنة بقى بيتشكل من ايه؟ انا عشان ابقى عارف وانت رايح تعرض قدام اللجنة تبقى عارف اللجنة ده مين. اول حاجة بيتشكل اللي هم ممثل للجهة الإدارية زي ما قلنا بدرجة مدير عام على الأقل. يبقى أنت فاهم إن الجهة الإدارية أنت رافع دعوة على الجامعة، يبقى لازم اللي هيمثل الجهة الإدارية مين؟ يكون مدير عام على الأقل. واحد يقول لي لازم يكون قانوني؟ لا، نفهم الحتة دي. يعني مش شرط إن اللي يمثل الجهة الإدارية مدير عام الشؤون القانونية، ممكن يكون مدير عام الشؤون الهندسية. ليه؟ هو القانون الهدف، لان احيانا النزاع بيتعلق بشان هندسي او بيتعلق بشان طبي او بغيره. انما هل لازم مدير عام الشؤون القانونيه؟ لا، مش شرط. بس اللي جرى عليه العرف والعمل ان اللي بيمثل الجهه الاداريه مين؟ مدير عام الشؤون القانونيه اللي موجود في المكان. ليه؟ لان هو بيبقى اكثر الناس فهما. لكن هل شرط؟
يعني بعض كان في احد الطعون في القضايا قال لك لا ده اللي بيمثل الجهه الاداريه مدير عام شؤون هندسيه. طبعا الدفع ده لم يقبل منه. ليه؟ لان القانون لما انتم شايفين كده قال لك ايه، مدير ممثل الجهه الاداريه بدرجه مدير عام على الاقل او ما يعادلها، تمام، وتتكون من مين تاني؟ ومدير عام على الاقل تختاره السلطه المختصه. يبقى انا اللي يمثل أن تشكيل اللجنه دي بيبقى ثلاثي، رئيس اللجنه بيبقى ايه. القانون في سنه 2000 قال لك احد اعضاء الهيئات القضائيه السابقين، يعني مستشار طلع على المعاش، ده في 7 لسنه 2000. جمعة الدروف في 2017 قال لك أحد أعضاء الهيئات القضائية السابقين أو الحاليين. ليه؟ يبقى أنا قال لك أحد أعضاء الهيئات القضائية السابقين في 2017 عدلوه الحاليين، ومعاه مين تاني؟ معاه ممثل للجهة الإدارية. أنت رافع دعوة على الجهة الإدارية، يبقى ممثل حاضر عن الجهة الإدارية. والممثل التاني مين؟ ممثل حاضر عن الشخص اللي هو المدعي اللي هو انت. يعني انت كمحامي رافع انت موكل عن مين؟ عن شخص معين اللي هو رافع الدعوة او اللي بينه وبين الجهة الادارية المنازعة انت بتمثله او يمثل بشخص، زي ما قدام المحكمة ممكن المدعي يمثل بشخص او بايه او بوكيل عنه. لكن الطرفين الاساسيين التانيين مين؟ القاضي او المستشار السابق او الحالي، تمام، وممثل الجهه الاداريه اللي هو مدير عام بدرجه مدير عام من الجهه الاداريه، وانت كمحامي اللي حاضر عن مين؟ عن الشخص. هل في درجه معينه للمحامي لازم عشان يحضر قدام فض المنازعات؟ القانون ما قالش ايه درجه معينه غير القضاء الاداري. يعني القضاء الاداري مثلا لو في المحكمه الاداريه ممكن محامي، القانون قال لك محامي ابتدائي. في القضاء الاداري اشترط ان يكون محامي استئناف على ايه؟ على الاقل. يبقى هنا لان القانون اشترط درجه معينه في المحامي. امام فض المنازعات انت ممكن تروح كمحامي ابتدائي ايا كان نوع المنازعه، لو حتى الموكل بتاعك ده راجل مدير عام او الموكل بتاعك ده راجل كبير خالص، ما فيش درجه ايه؟ معينه. بعد كده ان شاء الله في المحاضره القادمه هنكمل باقي تنظيم لجنه فض المنازعات والطبيعة القانونية للتوصية اللي صدر عنها، ولو أنا عايز أطعن على التوصية إزاي، وباقي التشكيلات أو باقي الإجراءات اللي بنمارسها قدام فض المنازعات، ونكملها الأسبوع القادم إن شاء الله.